يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات برنامج 60 دقيقة، وان شاء الله تكون حلقة مميزة. وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم في 60 دقيقة بنتابع كل الاخبار اللي على الساحة المحلية طبعا من خلال اخبارنا الخاصة، وكمان بنتابع كل الكواليس الجديدة في كرة القدم العالمية. واكيد طبعا هنخوض جولة في السوشيال ميديا عشان نعرف مع بعض اخر اخبار الساحرة المستديرة، كل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بيختلفوا في لغتهم في عاداتهم في تقاليدهم، لكن حاجة واحدة بس دايما جمعنا أكيد الكورة. خلونا نبدأ كده مع حضراتكم زي ما احنا متعودين بسؤال الحلقة النهاردة. الكورة العالمية أكيد هتكون على ميعاد مع مباريات من العيار التقيل في الدوري الإيطالي انتر ميلان واليوفنتوس، وفي الدوري الفرنسي مواجهة أكيد نارية ما بين مارسيليا وباريس سان جيرمان، وكمان في مباراة مهمة جدا للمصريين يعني عشان نجمنا المصري محمد صلاح هيكون موجود فيها، هتكون ما بين مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزي، وتحدي بقى ما بين صلاح ورونالدو، وطبعا المواجهة اللي دايما يعني بتكون حديث العالم كله مباراة برشلونة وريال مدريد كلاسيكو الارض. وهنشوف كمان برشلونه النهارده في الكلاسيكو من غير ميسي، عشان كده سؤالنا النهارده بيقول توقعاتكم ايه لنتيجه مباراه كلاسيكو الارض ما بين برشلونه وريال مدريد. اكيد مستنيه كل اجاباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بقنوات اون تايم سبورتس. ودلوقتي هنبدأ مع حضراتكم لفقراتنا الأخبار المحلية. أخبارنا المحلية وهنتكلم عن الفرق المصرية الأربعة اللي بتشارك في بطولات أفريقيا للأندية، سواء دور نادي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا وكمان الكونفدرالية الأفريقية. الحمد لله خلاص كل الفرق الأربعة قدروا إن هم يعني يتخطوا المرحلة الأولى من البطولة وكمان يتأهلوا للمرحلة اللي بعد كده. الزمالك قدر إن هو يفوز على توسكر الكيني في المباراة بتاعت الذهاب والإياب، كمان المباراة الأولى خلصت بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي، و في مباراة العودة حقق نادي الزمالك فوز كبير جدا بأربع أهداف نظيفة. النادي الأهلي كمان قدر إن هو يوصل لدور المجموعات بعد التغلب على فريق الحرس الوطني بطل النيجر، وبرغم التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب إلا إن النادي الأهلي قدر إنه يحقق فوز كبير 6-1. في مباراة العودة قدر موسيماني إن هو يصالح الجماهير اللي كانت غاضبة جدا من أداء الفريق في مباراة الذهاب، وبالتأكيد طبعا الأهلي هيكون ليه شكل مختلف في مباريات دور المجموعات، خصوصا طبعا وانه هيضم لقائمته الافريقيه الصفقات الجديده واللعيبه كمان اللي راجعين من الاعارات، واللي هيكونوا اضافه اكيد كبيره للنادي الاهلي خلال المباريات اللي جايه. نروح بقى للكونفدراليه الافريقيه اللي بيشارك فيها المصري بورسعيدي وفريق بيراميدز. هنبتدي بالمصري بورسعيدي واللي حقق فوز مهم جدا على سلطات الموارد الاوغندي بهدف نظيف احرزه اسلام عطيه، قدر بفريق المصري ان هو يوصل لدور ال 32 الثاني عشان يواصل مسيرته تحت قياده معين الشعباني. كمان فريق بيراميدز تحت قيادة إيهاب جلال قدر ان هو يصعد لدور ال 32 الثاني بعد فوزه هو كمان على عزام يونايتد بطل تنزانيا بهدف نظيف، وده كان عن طريق علي جبر. اكيد طبعا تخطي الفريق او الفرق المصرية المرحلة الاولى من بطولات افريقيا للأندية حاجة كويسة جدا، خصوصا طبعا ان المباريات اتلعبت قبل انطلاق الدوري المصري ممتاز، والفرق كلها لسه في مرحلة الاعداد، واكيد طبعا الفترة اللي جاية دي الشكل والاداء هيكونوا مختلف، وكلنا كمان بنأمل ان الفرق المصرية الاربعة تكمل المسيرة وتقدر انها تحقق البطولتين عشان يساعدوا الجماهير المصرية. مكملين اخبارنا المحليه، ولا صوت يعلو على صوت انطلاقه الدوري المصري بكره ان شاء الله، وكل الفرق بقى بتستعد لموسم ساخن جدا. هنبتدي مع نادي الزمالك واللي خلاص قفل الملف الافريقي وبدا ان هو يستعد لمباراه انفي المرتقبه يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله على استاد بتروسبورت، وهينتظم الفريق في معسكر مغلق النهارده في احد الفنادق في القاهره بعد انتهاء تمرينه الجماعي على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله، وبيسعى اكيد الفريق الابيض ان هو يحافظ على لقب الدوري واللي حصده في الموسم اللي فات ده، وبيأمل اكيد ان هو يحقق ضربه بدايه قويه قصاد انبي واللي بيتولى قيادته الفنيه كابتن حلمي طولان. شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ان مواجهه انبي صعبه جدا واكيد محتاجه تركيز كامل من الفريق عشان يخرجوا بنتيجه ايجابيه في اطار تحفيز طبعا اللعيبه قبل انطلاقه الدوري. كمان قررت اداره نادي الزمالك انها تصرف جزء من المتاخرات الخاصه بلعيبه الفريق خلال الساعات اللي جايه دي، وتحديدا قبل مواجهه انبي قررت كمان إدارة نادي الزمالك إنها تصرف 27 مليون جنيه قيمة ال 15% اللي باقيين من الموسم اللي فات، بالإضافة كمان ل 3 مليون جنيه مكافأة الفوز بالدوري و 20 مليون جنيه جزء من الدفعة الأولى عن الموسم الجديد.
ومن الزمالك هنروح معاكم للاهلي، واللي قفل خلاص هو كمان صفحه مباريات دوري ابطال افريقيا بعد طبعا الفوز ب 6-1 على الحرس الوطني، وكمان خاض الفريق تمرينه النهارده من غير راحه تحت قياده بيسو موسيماني، استعدادا اكيد للمباراه المرتقبه قصاد الاسماعيلي يوم الاربعاء اللي جاي على استاد برج العرب. اكيد طبعا مواجهه قويه جدا في انطلاقه الدوري ما بين فريقين كبار جدا واصحاب طبعا تاريخ طويل، ومباراه دايما يعني بتشهد النديه والاثاره الكبيره. موسيماني طلب من اللعيبه ان هم يقفلوا خلاص ملف دوري ابطال افريقيا ويركزوا في مباريات الدوري، خصوصا ان الفريق داخل على ثلاث مباريات مهمين جدا قبل فتره توقف الدوري، هيبتدي اكيد بمواجهه الاسماعيلي وبعدين البنك الاهلي، وبعد كده هتكون لقاء القمه قصاد نادي الزمالك. اكيد طبعا الاهلي بيسعى لانطلاقه قويه في الدوري في الموسم الحالي عشان يقدر ان هو يحقق لقب الموسم الحالي ويرجع مره ثانيه درع الدوري للقلعه الحمراء ويعوض كمان خساره البطوله في الموسم اللي فات. موسيماني عمل محاضره لمده 25 دقيقه النهارده قبل بدايه التمرين، واتكلم خلالها عن بعض الامور الفنيه الخاصه بالتحضير لمباراه الاسماعيلي، وكمان اتكلم المدير الفني عن التحديات خلال المرحله اللي جايه دي، وشدد كمان على ضروره تحقيق الانتصارات والظهور بشكل كويس عشان يساعدوا الجماهير الاهلاويه. وفي اطار الاستعداد برضو لمباراه الاسماعيلي، بدا الجهاز الفني للنادي الاهلي ان هو يجمع اكبر قدر من المعلومات عن فريق الدراويش من حيث طبعا طريقه واسلوب لعبه، وكمان ابرز العناصر المميزه في صفوفه عشان يقف برضه على عناصر القوه والضعف في صفوف الدراويش قبل ضربه البدايه في بطوله الدوري الممتاز. واتكلم كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي، واكد ان الفريق قفل صفحه مباراه الحرس الوطني وطبعا عشان يركزوا في مباراه الاسماعيلي، واكد كمان كابتن سيد عبد الحفيظ ان الفريق حقق نتيجه ايجابيه في مباراه امبارح، وتركيزنا دلوقتي في مباراه الاسماعيلي عشان نقدم انطلاقه جيده مع بدايه الدوري الممتاز. واكد كمان مدير الكوره ان مواجهه الاسماعيلي دايما صعبه على الفريقين، وده طبعا اللي احنا عارفينه كويس جدا وبنستعد ليه بالشكل الافضل. دي كانت تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ. ونروح بقى دلوقتي مع حضراتكم لكابتن مجدي طلبه نجم الاهلي السابق، اكيد منورنا النهارده في 60 دقيقه عبر الهاتف. مساء الفل على حضرتك يا كابتن مجدي. اهلا شيماء، مساء الخير عليكي وعلى جمهورك. اكيد منورنا النهارده هنا في 60 دقيقه من خلال شاشه التلفزيون اون تايم سبورتس. اكيد لازم نتكلم عن لقاء امبارح، لقاء النادي الاهلي في مشواره الافريقي وفوزه بنتيجه كبيره 6-1 بعد ما كان تعادل في مباراه الذهاب ايجابيا. شفت اللقاء امبارح ازاي، وشفت ازاي موسيماني قدر ان هو يعني يتدارك الاخطاء اللي وقع فيها في مباراه الذهاب عشان يقدر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه زي اللي شفناها امبارح؟ طيب، هو بدايه بنقول مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. اكيد جيم كويس، نتيجه كبيره ترفع الروح المعنويه كويس، تزود الثقه عند اللعيبه. اداء اكيد كان اللي عجبني امبارح ان الريتم بتاع النادي الاهلي كان سريع، الايقاع بتاع المباراه كان سريع، وده صحيح. ده اللي المفروض ان النادي الاهلي يشتغل بيه على طول. حاجات كتيرة عجبتني طبعا، الاستحواذ، نسبة الاستحواذ زي ما قلت لك، الايقاع بتاعنا ان اللعيبة بتلاقي بعضها، ده حاجة شيء كويس، التفاهم بينهم بعضهم ده شيء جيد. انما في حاجات اكيد في سلبيات بانت للناس كلها، واعتقد انه دي كان العبء عليها، العبء كله بيقع فيها على اللاعبين مش جهاز فني او إدارة فنية. زي مثلا الوقوع في مصيدة التسلل، يعني احنا شفنا ان التيم ان الحرس الوطني بيلعب بفساد جيم من الدقيقه واحد. صحيح. فالمفروض ان خلاص اللعيبه قريت الكلام ده كويس، ولاعيبه النادي الاهلي عندها عندها كتير من الخبرات وعندها من القدرات اللي تقدر تضرب بيه الاوفسايد جيم من غير حتى لو ما اتمرنتش عليه ثلاث دقائق. لان معروف الاوفسايد جيم بيتضرب ازاي، حاجات بسيطه جدا كلها سهله وبسيطه. صحيح. بتاع الباص مع الجري مع يعني حاجات فنيه هم اكيد عارفينها واتمرنوا عليها، اكيد ان هم في الناشئين والاشباب، فان هم يضربوا الاوفسايد جيم ده كانت شغلتهم هم جوه الجيم. صحيح. فدي دي دي بس اللي ما عجبتنيش شويه. الحاجه الثانيه، النقطه الثانيه، نقطه تنظيم الدفاع عندنا في النادي الاهلي ما كانتش عجباني. لانه كان في ديفوهات موجوده، كان في بعض الاخطاء موجوده في التنظيم وسرعه الارتداد بعد ما بنفقد الكوره، دي كانت عامله مشكله. واعتقد ان موسيماني من الحاجات اللي اتكلم فيها اكيد انه اتكلم في نقطه زي دي لانها موجوده من السنه اللي فاتت. صحيح. اللي قلقني انها موجوده برضو السنه دي، فدي صح. برضو تقلقني شويه، خاصه ان انت داخل على مباراه ما هي صغيره، يعني بدايه الدوري
قوية. مباراة الإسماعيلي صحيح. الإسماعيلي مش زي الأربع سنين اللي فاتوا أو الفترات اللي فاتت، إنما هيبقى الإسماعيلي. طبعًا. ودايمًا المباراة دي بتكون مباراة خاصة جدًا ما بين الأهلي والإسماعيلي، بتكون دايمًا فيها ندية، بتكون دايمًا فيها إثارة كبيرة جدًا ما بين الفريقين، فأكيد طبعًا انطلاقة قوية. بعديه البنك الأهلي، وبعديه على طول بقى مباراة القمة دي، طبعًا بطولة خاصة ما بين الأهلي وما بين الزمالك، بعيدًا بقى إن هي دوري كأس مش مهم هي إيه، لكن دايمًا بتكون بطولة خاصة في حد ذاتها. طب عايزين نتكلم برضو مع حضرتك عن كهربا، شفتوا إزاي إمبارح؟ وشايف إن كهربا مستواه فرق من خلال طبعًا رؤية حضرتك لمباراة إمبارح، وهل كمان هيكون استقباله مختلف مع النادي الاهلي في الفترات القادمه؟ انا شايف ان كهربا اتطور، مش اتطور في الملعب فنيا. لا، هو لعيب كويس وعنده قوه كويسه، انما اتطور شخصيا. شخصيا. صحيح. اتطور شخصيا، اتطور سلوكيا، انضباطيا جوه الملعب. وده هيعود عليه بالنفع اولا وعلى التيم. صحيح. فكهربا كل ما زاد انضباطه كل ما زادت انتاجيته. صحيح. تفتكر صالح جمعه كان درس بالنسبه لكهربا؟ لا، ما كل حاله لوحدها، ما اعتقدش. لا، هو كهربا عنده دماغه وشايف الدنيا كويس وعارف هو فين موجود فين، وتعلم الدروس وشايف انه اخطائه بتقل. يعني انا شايف ده والجمهور شايف ده، او ما بنسمعش عن اخطائه دلوقتي زي ما كان في البدايه او ما دخل او زي ما كان قبل. اخطائه عماله تقل، انضباطه بيزيد، درجات التزامه جوه التيم وانصهاره داخل المجموعه وداخل التكتيك بتاع التيم بيزيد. وهو وكل ده ودرجات ارتباطاته باللعيبه جوه اجتماعيا بتزيد. صحيح. فاعتقد ان ده كله هيعود عليه بالنفع هو والتيم ان شاء الله. طيب ده ياخدنا بقى اكيد لسؤال تاني خالص، اللاعب يعني سلوك ولا اداء ولا الاثنين مع بعض، وده عليه نسبه قد ايه وده عليه نسبه قد ايه من وجهه نظر حضرتك؟ لعيب الكوره الشخصيه ما بتتجزاش، يعني شخصيتك جوه الملعب ما بتتجزاش عن شخصيتك بره الملعب. لو انت مش منضبط بره الملعب هتبقى مش منضبط جوه الملعب. مفيش حاجه اسمها انا بره حاجه وجوه حاجه. صحيح. لان شخصيه البني ادم او الشخصيه نفسها ما بتتجزاش، ما بتتقسمش. هو اللي انا شايفه نمره واحد، طبعا لعيب الكوره لازم يكون عنده التالنت. طبعا دي نمره واحد. نمره اتنين هيثقلها بالتدريب، والتدريب انا من وجهه نظري انا اللي انا اتعلمته واللي انا قناعاتي الشخصيه ان التدريب سلوك. صحيح. التدريب سلوك وتربيه. فانا ده الكلام ده كله ما بيتاتاش من لعيبه هو في الفرستين. لا، دي كلها بتبدا من مراحل التكوين. صحيح. ودي عندنا فيها بعض الشوايب اللي اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انها تتعدل، لان القاعده عندنا في قواعد الناشئين التدريب عندنا محتاج طفره وتطوير كتير جدا، لان عندنا مواهب كتيره جدا جدا جدا، مش في القاهره بس وفي الاقاليم ومش في الاهلي والزمالك بس، في كل حته، انما عايزه تثقل ثقل تدريبي وسلوكي منضبط محترف. احنا عندنا الاحتراف يا شيما النهارده بقاله 30 سنه او 31 سنه، يعني في اجيال اتولدت وتربت على الاحتراف. اكيد. عكسنا احنا الاحتراف دخل بعد ما بقينا عندنا 26 27 سنه. صحيح. فاذا المفروض الاجيال دلوقتي متخيله ان 30 سنه ممكن يكون 20 سنه منهم راحوا حضر اللعيب طالع لسه، فدي مهمه جدا. اكيد. طب خليني اسال بقى حضرتك فنيا، يعني في اعتقادك بيتسي موسيماني هيبتدي لقاءات الدوري او انطلاقه الدوري بالعناصر الجديده اللي تم التعاقد معاها، ولا تفتكر ان هو هيدخلها تدريجيا واحده واحده كده عشان يكون في انسجام ما بين لعيبه الفريق؟ هو يعني الفتره اللي فاتت كانت كافيه بانه يقدر يحكم هيدخلها تدريجيا ولا هيدخلهم مره واحده. ما اعتقدش انه هيدخلهم مره واحده ابدا، ما اعتقدش. وبعدين هو اكيد اتعلم الدرس بتاع بوتر بواليا جه من الجونه راح داخل على طول في النار، ما لحقش يندمج ولا يشوف ولا يعمل ولا يسوي ولا ينسجم مع التيم. في نفس الوقت التيم دوت اللي معاه، لعيبته اللي موجوده دي معاه، فاهمين بعض، درجات الانسجام عاليه جدا، فاكيد اللي هيدخل تدريجي. صحيح. حسب الاحتياج ليه وحسب نوع المباراه اللي هيدخلها النادي. اكيد. طيب اخيرا بقى خليني اسال حضرتك من وجهه نظرك، شايف الانطلاقه بتاعت الدوري المصري الممتازه تكون عامله ازاي، وكمان الموسم الحالي هيكون عامل ازاي مع وجود طبعا وجوه جديده لسه صاعده للدوري المصري ممتاز، ومنها طبعا انديه عملت يعني صفقات كبيره جدا زي مثلا نادي فيوتشر ونادي فاركو.
طيب احنا هنقول ان وجوه جديده اسما، انما فعلا ما اقدرش اقول مثلا راميكا كليوباترا السنه اللي فاتت لما دخل كاسم وجه جديد على الدوري الممتاز كاسم سيراميكا كليوباترا. صحيح، لكن العناصر اللي جوه قديمه، العناصر الموجوده كلها عندها خبرات كبيره جدا. صحيح، اللي نجح سيراميكا كليوباترا انها تبدا بدايه كويسه، اعتقد السنه دي هتبقى اقوى من السنه اللي فاتت المفروض، لانها عندها من القدرات ما يؤهلها لذلك. البنك الاهلي نفس الموضوع. الفرق اللي دخلت السنه دي فاركو، شرقيه للدخان او فيوتشر، كلهم برضو عندهم العناصر، كلهم استحوذوا على العناصر اللي موجوده في الدوري الممتاز. صحيح، اللي عندهم خبرات. يمكن اقلهم شرقيه للدخان، ما سمعناش عن صفقات يعني كبيره، برغم ان هم عملوا حوالي 22 صفقه، لكن من ال 22 صفقه دي ما فيش اسامي كبيره زي مثلا اللي شفناها مثلا في فاركو وفي فيوتشر. فيوتشر وفاركو معتمدين على اسامي كبيره في الدوري المصري الممتاز، واغلبهم كمان كانوا بيلعبوا في اهلي وزمالك. هي دي مدارس اداريه وفنيه، في مدارس اداره تقول انا عاوز ابدا بلاعيبه صغيره عطشانه انها تشتغل وتقدر ونطور فيها ونستثمر فيها عشان نعمل دخل. مش بالضروره ان يعني انا عايز كل اللي انا عايزه ان انا ابقى في الدوري الممتاز هذا الموسم الاولاني. صحيح، وبعد كده يبدا تطوير. حقيقي يمكن دي طموحات فعلا شرقية للدخان. يعني خلال حديثنا مع المدير الفني لشرقية للدخان كابتن علاء نوح، اتكلم وقال ان هو هدفه الموسم الحالي ان هو يفضل موجود في الدوري، مش فارق عنده يكون فين بالظبط، بس يفضل مكمل لغايه الموسم القادم. بالظبط كده، على اساس انه بيبني مشروع في خلال سنتين او ثلاث سنين يبدا يشوف. اكيد العناصر اللي هتبقى موجوده معاه في خلال الثلاث سنين اللي مستمره ممكن تكون اتطورت، ممكن تبقى تعمل قيمه كبيره سوقيه للفرقه. صحيح، او للنادي، وعن طريقها هيبدا يعمل عمليه التطوير. انما هو الفتره الاولانيه خالص، سنتين الثلاث سنين اللي موجودين فيهم الاولانيين دول، اكيد لازم هتبقى اختياراتهم او قناعاتهم انهم يبقوا مستمرين في الدوري بس، طبعا ياخدوا فيها الاحساس بتاع الدوري الممتاز، ومنها ممكن تحصل انطلاقه. لكن على الجانب الاخر بالنسبه لفاركو وفيوتشر، هم يعني اخذوا العكس تماما، ابتدوا ان هم يدوروا عن النجوم اللي ممكن يكونوا موجودين معاهم في الفريق. وطبعا شفنا كمان فيوتشر عامل صفقات هايله بصراحه. ما هو انا شفتي، انا لسه بقول لك هي مدارس، هي مدارس. انا اجيب التيم اللي عنده خبرات عشان من دي وان انا عايز اضمن بقائي. صحيح، دي نقطة تانية. النقطة الثالثة الاختيارات، البنك الاهلي السنة اللي فاتت الاختيارات بتاعته كان فيها شوية مشاكل في التكوين، وعملت له مشاكل بقية السنة. فانت الاختيار ما هواش بس ان سين كان بيلعب في ام بي، سين صاد كان بيلعب في المقصرة. ايوه لا. صحيح، هل هيحصل انسجام؟ هل ده هيستجيب مع ده؟ لازم في اثناء الاختيار لازم تكون في الذهن او حاضر قدامي وانا بختار ان ده يليق مع ده، او ده يركب مع ده، او ده يكمل ده. صحيح، فدي مهمه جدا. صحيح. كابتن مجدي طلبه نجم الاهلي السابق، اكيد نورتنا النهارده في 60 دقيقه، بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده. لسه مكملين مع حضراتكم اخبارنا من النادي الاهلي، واكيد الكل عايز يطمن على حاله كابتن وليد سليمان، واللي تعرض لاصابه قويه امبارح في مباراه الحرس الوطني وتم نقله بعديها للمستشفى عشان يطمنوا على حالته. وبعد بقى ما عمل الاشعه والفحوصات، الحاوي غادر المستشفى النهارده الصبح بعد طبعا ما تاكد الجهاز الطبي ان هو سليم 100%. وكمان قال الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق ان الفحوصات الطبيه اللي خاض عليها اللاعب اثبتت اصابته بارتجاج خفيف في المخ نتيجه الكدمه اللي تعرض ليها خلال مباراه الحرس الوطني. واوضح كمان ابو عبله ان حاله وليد سليمان مستقره جدا، وغادر المستشفى النهارده الصبح بعد ما تم التاكد من سلامته وعدم معاناته من اي اثار للاصابه اللي تعرض ليها امبارح. وكمان هيخضع لاختبار طبي تاني بكره ان شاء الله عشان يحدد بقى فضوءه ميعاد انتظامه في التدريبات الجماعيه للفريق. اكيد الحمد لله على السلامة للحاوي، أكيد بنتمنى له إن شاء الله إن هو يرجع بالسلامة قريبا جدا. واحد أكيد من اللعيبة المهمة جدا جدا في النادي الأهلي، أكيد واحد كمان من اللعيبة اللي حققوا إنجازات كبيرة جدا للمارد الأحمر. وكمان قادت الدايرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد قبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك. وكمان طلبت الدعوة اللي تقدم بها هاني زادة عضو مجلس الإدارة بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة اللي صدر يوم
اليوم النهاردة. كمان طلبت الدعوة اللي تقدم بها هاني زاده زي ما قلت لحضراتكم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة واللي صدر يوم 29 نوفمبر من العام الماضي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك وإيقاف المجلس المنتخب. طيب لسه مكملين أكيد معاكم هنا أخبارنا المحلية. نروح بقى معاكم لنادي فيوتشر سريعا، وفيوتشر الصاعد اكيد حديثا للدوري الممتاز هيكون الظهور الاول ليه قصاد فريق فاركو الصاعد حديثا هو كمان. هتقام المباراه غدا الاثنين على استاد الاهلي والسلام. فريق فيوتشر تحت قياده علي ماهر ابرم العديد من الصفقات الجديده واستعان كمان بعدد كبير من نجوم الدوري الممتاز، والفريق هيدخل معسكر مغلق الليله استعدادا لانطلاقه الدوري. طبعا كابتن علي ماهر حاول ان هو خلال الفتره اللي فاتت دي يجهز اللعيبة فنيا وبدنيا، وكمان طلب من اللعيبة بضرورة التركيز خلال انطلاقة الدوري عشان يظهر الفريق بشكل يليق بطموحات المسؤولين. أكد كمان كابتن علي ماهر أن فريقه بيخطط لانتزاع أول 3 نقط على حساب فاركو، وقال كمان أن اللقاء صعب لكن هو مش هيتنازل عن تحقيق 3 نقط، ووضح كمان أن الهدوء هيقود الفريق أكيد لتحقيق أهدافه. كمان تأكد غياب كريم بامبو صانع ألعاب فريق البنك الأهلي عام وجه طلائع الجيش في افتتاح مباريات الدوري الممتاز في مباراته بكرة قصاد طلائع الجيش، وده بعد تعرضه للإصابة خلال المشاركة في أحد المباريات الودية لفريقه استعدادا أكيد لانطلاقة الموسم الجديد. وانتقل بامبو بصفقة نهائية لفريق البنك الأهلي لمدة 3 مواسم من نادي الزمالك، وبيعتبر هو واحد من أبرز العناصر الأساسية للفريق بعد تقديم موسم جيد جدا العام الماضي، واللي طبعا تواجد خلاله ضمن صفوف البنك الأهلي على سبيل الإعارة وحصل على لقب هداف الفريق. مشاهدينا دي كانت جولة سريعة في أخبارنا طبعا المحلية. خلونا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع ونكمل مع حضراتكم هنا بقية فقراتنا في 60 دقيقة. خليكم معانا. برحب بكل مشاهدينا مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم مع فقره الكره العالميه. اكيد النهارده بقى دوريات اوروبا كلها مباريات قمه، هنتكلم كمان عنها بالتفصيل. اكيد يوم مثير ويوم مرتقب. هنبتدي كمان مع كلاسيكو الارض ما بين برشلونه وريال مدريد الساعه 4:15 مساء في الجوله العشرة من الدوري الاسباني، وبعد كده الساعه 5:30 مساء هنطير للدوري الانجليزي مع قمه البريمير ليج ما بين المان يونايتد وليفربول في الجوله 9 من البريمير ليج، وبعد كده الساعه 9:15 قمه ايطاليه هتجمع ما بين انتر ميلان مع اليوفنتوس في الجوله 9 من الدوري الإيطالي، وفي نفس الميعاد قمة فرنسية هتجمع مارسيليا مع باريس سان جيرمان في الجولة 11 من الدوري الفرنسي. هنبدأ بقى أكيد مع كلاسيكو الأرض اللي بيشهد انطلاق على أبرز الأخبار العالمية النهاردة. خلونا كمان دلوقتي نروح مع حضراتكم الفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقية فقراتنا هنا في 60 دقيقة. خليكم معانا. برحب بكل مشاهدينا مره تانية مكملين معاكم هنا فقراتنا في 60 دقيقه، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره السوشيال ميديا، والبدايه دايما بتكون مع الفيسبوك كالعاده. خلاص 24 ساعة بتفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2021-2022. هنروح دلوقتي نشوف معاكم الصفحة الرسمية لنادي فيوتشر طبعا يعني الجديدة على الدوري المصري الممتاز اللي حشى صفوفه خلاص بنخبة من ألمع نجوم الكورة المصرية في كل المراكز. تعالوا نشوف كده سريعا صفقات فيوتشر الجديدة عاملة ازاي. فيوتشر فريق كبير واستعدنا بشكل كبير وان شاء الله جاهزين لمنافسه كل الفرق. فريق فيوتشر نجومه كتير قادرين على تقديم مستويات كبيره.
اكيد لا صوت بيعلى على صوت المواجهه المرتقبه ما بين المان يونايتد وليفربول النهارده المقرر انطلاقها الساعه 5:30 مساء على ملعب اولد ترافورد. طبعا ده لحساب الجوله 9 من البريمير ليج، ولا تشهد مواجهه خاصه جدا ما بين الفرعون المصري محمد صلاح وما بين صاروخ مدارا البرتغالي كريستيانو رونالدو. تعالوا نشوف دلوقتي صفحه رسميه لنادي ليفربول وهي تستعيد ذاكره افضل اهداف ريدز في شباك المان يونايتد. مشاهدينا بكده خلصت جولتنا النهارده على السوشيال ميديا، هنطلع معاكم دلوقتي لفاصل سريع وهنرجع ونكمل معاكم بقيه فقراتنا هنا في 60 دقيقه، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم مع اخر فقراتنا هنا في 60 دقيقه وهي اجابات حضراتكم اللي جات لنا ردا على سؤال حلقتنا النهارده. سؤال النهارده كان بيقول توقع نتيجه مباراه كلاسيكو الارض ما بين برشلونه وريال مدريد. تعالوا سريعا نشوف الاجابات اللي جات لنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بقناه اون تايم سبورتس وبالتحديد على تويتر. سيد محمد هبه بيقول مساء الخير عليكي، مساء الفل على حضرتك، اتوقع فوز ريال مدريد. عوض كمان بيقول برشلونه هتفوز النهارده 3-1. سعد بيقول اتوقع فوز ريال مدريد ان شاء الله، تحياتي ليكي، تحياتي ليك يا سعد. محمد فتحي بيقول 2-1 لبرشلونه. كريم مصطفى شايف ان ريال مدريد هيكسبوا 2-0 النهارده. أيمن بيقول مساء الخير يا شيما، مساء الفل يا أيمن، أتوقع 3-0 لريال مدريد. دي كانت بعض الإجابات اللي جات لنا النهاردة ردا على سؤال حلقتنا. طبعا بشكركم جدا على التواصل معانا يوميا. انتهت حلقتنا النهاردة من 60 دقيقة، لكن إن شاء الله عندنا ميعاد بكرة من الساعة 2 للساعة 3 في جولة على كل ما يخص عالم كرة القدم. أشوفكم بكرة على خير.